مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من قناتكم روبلند. قبل ما نبدا بفيديو اليوم يا شباب، صار شيء معي عن جد كثير 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 حزين من وراه، اللي هو عملت ردة فعل على مباراة ليفربول وبرشلونة. صورت الفيديو، ردة فعل كانت رهيبة يا شباب، يعني شيء عن جد جنوني كان الفيديو، كثير ممتاز كان الفيديو، وكنت عارف انه راح يعجبكم كثير كثير كثير. لكن بعد ما نشرته على اليوتيوب اعطاني كوبي رايت انه هذا الفيديو ما يصير، يعني يكون في عليه حقوق الطبع النشر. بس هذا الشيء ابدا ما راح يكون عائق لي اني اصور فيديوهات وردود افعالي. فيديو اليوم يا شباب راح اعمل ردة فعلي على اللاعب المغربي امين حارس. الشيء الوحيد اللي اعرف عن هذا اللاعب انه عمره 21، هو مغربي ويلعب مع فريق شالكا الالماني. هذا الشيء الوحيد اللي اعرفه، واعرف انه خط وسط، لاعب خط وسط. بحياتي ولا مره شفته للاعب، اليوم اول مره راح اشوفه للاعب. المهم خلونا نشوف الفيديو مع بعض ونستمتع مع بعض. ليتس جو. اوكي يا شباب، والله شكلي متحمس كثير للفيديو، اول مره اشوف فيديو للاعب امين حارس، فان شاء الله ان شاء الله يكون ممتع مثل الفيديوهات السابقه عن اللاعبين اللي عملنا ردود افعالهم. وشباب اللي ما بيعرف، عملت ردود فعل على حكيم زياش، على عادل تعرابت، سفيان بوفال. فاذا حابب تشوف الفيديو ادخل على القناه وتشوف الفيديوهات. امين حارس 21 سنه، لاعب خط وسط. يا بسم الله، بدايه والله بدايتها ممتعة يا شباب، بدايتها مراوغة على السريع. شوف بس شوف بس شوف بس بدايتها هيك، هذه بدايتها هيك. يا السلام، اوف يا السلام، الله عليك، والله شكله سريع كمان. يا السلام يا السلام، بس يا السلام، والله التمويه عنده ممتاز يا شباب، والله التمويه عنده ممتاز. انا بعشق اللاعب اللي يعرف يموه. شوفوا ديمبلي كيف يموه، بحب ديمبلي. شوف بس شوف بس شوف بس، والله عنده احتفاظ بالكره، شوف عنده احتفاظ بالكره رهيب. الله عليك الله عليك، اوف على التمريره بس. يا سلام الله، يا رهيب يا رهيب يا رهيب. شوفوا 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 كيف موه، شوف التمويه بس. يا سلام الله عليك، يلا سدد. الله على التمريره بس، كل الله على التمريره والاسيست، الله على التمريره والاسيست. يا رهيب يا رهيب يا رهيب، والله شكلي راح استمتع كثير بالمقطع. شوف بس شوف بس، اوف شوف، اوف يا رهيب. يا سلام يا سلام يا سلام. يا شباب يا شباب، التمويه عندهم رهيب، مو طبيعي التمويه. شوف بس، يا سلام على التمريره، يا سلام على التمريره وفتح اللعب، يا سلام على التمريره وفتح اللعب. شوف عنده ثقه في النفس، يتقدم عنده ثقه في النفس. احب اللاعب الخط وسط اللي يكون عنده ثقه في النفس ويهجم، عشق هيك اللاعبين. الله عليك الله عليك الله عليك التكسيره، الله عليك التكسيره، يا ممتاز يا رهيب. شوف بس شوف بس، والله شكله لاعب حريف. اوه يسدد من برا ويسدد من خارج منطقه الجزاء. يا اخي اللاعبين المغاربه يحبوا يسددوا من خارج منطقه الجزاء. يا سلام على التمويه، يا اخي اللاعب يموه بامتياز، عن جد يموه بامتياز بامتياز. حلو، عنده احتفاظ بالكره رهيب، احتفاظ بالكره عنده رهيب. يا سلام يا سلام يا سلام، والله يا شباب لاعبين مغاربه اساطير والله العظيم. شفت حكيم زياش، شفت سفيان بوفال، وشفت عادل تهرابت. يا شباب عادل ممتاز، عادل لاعب عن جد رهيب والله العظيم، رهيب رهيب بصراحة. أمين حارس كمان ممتاز ممتاز، الشيء اللي شايفه بالفيديو لاعب ممتاز ممتاز ممتاز، عنده مستقبل كمان رهيب يا شباب، والله عنده مستقبل رهيب. لكن انتو تعرفوا اللاعبين العرب كيف يعني يكونوا مظلومين إعلاميا، شفتوا يعني حكيم زياش كيف مظلوم إعلاميا أصلا، مع انه لاعب ممتاز ممتاز ما عليه كلام. شوف بس شوف بس شوف الاحتفال بالكرة. يا السلام على الاستخلاص، يا السلام.
والله بهدل المدافع يا شباب. يا رهيب يا المراوغة، يا رهيب يا المراوغة. يا السلام على التمرير بس، يا السلام. يلا قول سدد، حرام عليك ليش ضيعتها يا أخي، كان راح يكون أحلى أسيس والله. الله عليك، استحفاظ بالكرة رهيب. أوه والله شكله يحب يلعب 1-2، شكله يلعب 1-2 يا شباب. 1-2 يعني خذوا عطي. الله ترفيع، يا سلام يا سلام يا سلام، والله يبهدل المدافعين يا شباب. شوف بس، يا سلام، حلو التمريره، حلو حلو حلو، يا سلام. والله رهيب يا شباب، اقسم بالله رهيب. شوف التمريره بس، شوف الكعب بس، شوف الكعب بس. يا سلام على الاستخلاص، يا سلام على قطع الكره، يا سلام يا مجنون يا امين، يا مجنون يا امين. شنو هذا؟ شنو هذا يا رجل؟ يا سلام، والله عنده احتفاظ بالكره رهيب. جاب الجزاء، اوه جابها في الزاويه الصعبه. هذا دليل انه اللاعب عنده ثقه بالنفس، اللاعب عنده ثقه بالنفس. شوفوا وين جابها بس. الله عليك، الله عليك، حلو. سدد، حلو، يا السلام يا السلام، حلو يا السلام يا السلام. شوفوا كيف خلص حاله من المدافعين، شوفوا كيف خلص حاله من اللاعبين. اوه فكرتها جول، فكرتها جول يا اخي. اللاعبين مغاربه يسددوا من خارج منطقه الجزاء بامتياز، والله فكرتها جول يا شباب والله العظيم. اوكي يا شباب، خلص الفيديو. بصراحه ماني حابب انه يخلص الفيديو، استمتعت كثير بالفيديو يا شباب. اللاعبين مغاربة رهيبين رهيبين رهيبين، مو طبيعي مو طبيعي قديش مصدومين اعلاميا يا شباب والله العظيم. المهم يا شباب، هيك نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. بصراحة ما كنت حابب انه ينتهي الفيديو، استمتعت كثير بالفيديو، ان شاء الله انتم كمان استمتعتوا. اذا استمتعتوا يعني تنزلوا لتحت تضغطوا على زر الاشتراك لايك السريع، اكتبوا لنا تعليقات شو حابين اعمل ردود افعالي على الفيديوهات، واشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. بيس. Change the station with the new shit, with the new shit. Yeah.